السلام عليكم، مرحبا بكم احبتي في الله. تنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. وتنشكركم بزاف، تنشكر كل المتتبعين اصحاب القنوات واللي ما عندهمش قنوات، كل من تابعني لكم جزيل الشكر. اليوم بغيت نقدم لكم المناقيش السورية، هي عبارة عن فطائر الاسم ديالها مناقيش، اسمها مناقيش مناقيش مناقيش. اول وحدة تبع الجبنة، جبنة بيضاء، وحدة تجي منها جبنة الموزاريلا، تتحط معها السمن لان الجبنة غير دهنية، تنضيف معها حبة البركة الحبة السوداء، والكزبرة، بقدونس عفوا، وتضاف معها بيضة. باش عشان الجبنة ما بتفرطش تضطر متمسكة. والثانية زعتر، زعتر بزيت، تنضيفوا الزيت على زيت الزيتون على الزعتر، والثالثة تتسمى المحمرة، محمرة هي عبارة عن مثل صلصة البيتزا، تضاف عليها حبة البركة ودبس الرمان. وهذه العجينة ديالي بعد ما عجنتها، هادو بعد ما جمعت المكونات مع بعضها، هادو تنحطو الفطائر، وهاي صلصة المحمرة، وهذا المناقيش المحمرة، وهذا الزيت والزعتر بعد ما جمعتهم مع بعض. العجين ديالي بعد ما فرتها كويرات، هي العجينة تجي رطبة على هذا الشكل، لأن تيكون فيها زيت زيتون كتير، تتكون مثل المطاط رطبة. تنبدا نفرد العجين، هادو مدورين وهادو تيجيو على شكل طولي. هادو هما المناقيش ديالنا، هادو ديال الزعتر، وهادو ديال المحمرة. هاد الزعتر بالنسبة لأخوات المغاربة راه ماشي الزعتر العادي اللي تنشربوه سخون، هادا مثل المكونات ديالو تقريبا مثل ديال اللي تنديرو في السلمة. وهادا يتسموا فطائر بجبنة، تيجيو على هاد الشكل. نكملهم ونرجع معاكم. هادو المناقيش ديالنا بعد ما كملو، ديال الزعتر وديال هاي المأمرة، كاين اللي تيحط فيها الجبنة، وكاين اللي تيحط فيها جبنة الموزاريلا، وكاين اللي تيخليها غير سادة بدون تتسمى محمرة. وهادي جبنة، فطاير بجبنة، هادو بيتسمو مناقيش، هادو الاثنين بيسمو مناقيش، وهادو الجبنة فطاير بجبنة. هذا هو كان الفيديو ديالنا اليوم، نتمنى يكون عجبكم، ولا عجبكم المناقيش السورية عطوني رأيكم فيها، ودعموني بلايك، واللي ما مشتركش معايا يشترك معايا فضلا وليس أمرا. كان هذا وقتي راح من اليوم، دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين، إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.